كبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو دوما كبير، وتزوج وصار له بيت، وولد علي، فأصابت سنة جدب وقحط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، إن أخاك أبا طالب قليل المال كثير العيال، فلو خففنا عنه بعض عياله. هذه البداية، بداية وجود علي رضوان الله عليه وجودا كاملا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا علي له ميزة ليست لأحد من الراشدين الأربعة، بل وليست لأحد من العشر المبشرين بالجنة، وهو أنه ولد في جوف الكعبة. سيدنا علي ولد في جوف الكعبة، كانت أمه السيدة فاطمة تجمر، يعني تبخر الكعبة، فحضرها أو جاءها المخاط فولدت في حجر الكعبة أو في جوف الكعبة. سيدنا علي رضوان الله عليه لما أصابت السنة الجدب والقحط أباه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والعباس إلى أبي طالب: يا أبا طالب، أنت قليل المال كثير العيال، فلو خففنا عنك بعض عيالك. فقال: اتركوا لي عقيلا وطالبا وخذوا من شئتم. يعني اختار عقيل واختار طالب اللي هو ولد الكبير، وتخيروا بعد ذلك من شئتم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ سيدنا علي معه ليربيه، وسيدنا العباس أخذ سيدنا جعفر معه ليربيه. فمن هنا كانت بداية استقرار سيدنا علي رضوان الله عليه استقرارا كاملا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.